السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حبيت أقول لكم إن الملحق اللي خاص بالنص اللي اتحذف والنص الجديد بتاع سلاح التلميذ نزل في كل المكتبات، المفروض نحصل عليه مجاني. هو نازل مجاني، المكتبة اللي أنت اشتريت منه الكتاب بتنزل لها وتقول أنا اشتريت منك الكتاب، وبتحصل على الملحق مجاني، وهو ملحق بس خاص بنشيد إسلامي يا مصر بدل النشيد اللي اتحذف. وهو بصراحة ربنا هم عاملين سلاح التلميذ بنفس التسلسل الصفحات الكتاب، يعني بادئ في الكتاب النص اللي اتحذف من صفحة 44 لغاية صفحة 58، هو بنفس التسلسل كاتبين النص الجديد، بس كمان مزودين عليه صفحة إجابات، لأن طبعا الملحق اللي احنا عارفينه اللي هو نازل مع سلاح التلميذ في إجابات النص القديم اللي اتحذف، تمام؟ فده الإجابات بتاعته موجودة فيه، فهم عاملين صفحة حتى بدون أي ترقيم علشان ما يلخبطوش الطالب أو ولي الأمر، تمام؟ فمنزلين الإجابات بتاعته. فطبعا أنا بس حبيت، أنا مش هشرح النشيد، بس أنا حبيت أوريكم الملحق نازل فيه إيه بالظبط، اللي نازل الخاص بسلاح التلميذ، وهو من بداية صفحة 44 لغاية صفحة 58 بنفس التسلسل بتاع النشيد السابق، تمام؟ فاحنا هنشوف كده صفحة 44 أنشطة عن سلاح التلميذ عن نص إسلامي يا مصر، صفحة 45 عندي النشيد والتعريف للشاعر، وعندي صفحة 46 معاني المفردات والكلمة ومضادها والمفرد وجمعه والجمع ومفرده، صفحة 46 بنفس التسلسل بتاع النص القديم، تمام. عندي صفحة 47 شرح الأبيات، بداية بقى الأنشطة وبداية التدريبات من صفحة 48، هنشوف بصوا كده 49 50 51 صفحة 52 53 54 55 56 بنفس التسلسل اهو، 57 58 اهو لغاية صفحة، مش احنا قايلين من صفحة 44 لغاية صفحة 58، وبعد كده بقى دي الصفحة الزيادة اللي بدون ترقيم، لان هم عاملينها بدون ترقيم ليه؟ علشان موجودة بدل اللي موجودة في الملحق اللي مع سلاح التلميذ، دي صفحة لإجابات التدريبات الخاصة بسلاح التلميذ والخاصة بالصفحات اللي أنا وريتها لكم دلوقتي، تمام. يبقى في البداية احنا عارفين الملحق نزل حوالي من صفحة 44 لغاية صفحة 58 و59، دي مش مترقمة علشان دي ايه؟ الإجابات الخاصة بالملحق، تمام. كده أنا همشي بالراحة في الشاشة واحدة واحدة، اللي عايز يكتبها أو ياخدها سكرين شوت، تمام، مفيش عندي أدنى مشكلة. اللي مش هيعرف يحصل على الملحق المجاني ده، وكمان ده النص بما فيه نص إسلامي يا مصر للصف الرابع الابتدائي في المنهج الجديد، تمام. واللي عارف يحصل على الملحق تمام، مفيش مشكلة. اللي معرفش يحصل عليه هيشوفه معانا، تمام، وانا هشرح لكم بعدين، بس انا عشان اول ما حصلت على الملحق تمام قلت اوريه لكم، تمام. فده اول صفحة قلناها صفحة 44، تمام، والنشيد اهو في صفحة 45 زي ما احنا شايفين، اهو صفحة 45 النشيد والتعريف بالشاعر، وبعد كده عندي صفحة 46 معاني المفردات، والنشيد سهل جدا لان ده طبعا احنا كلنا حافظينه، نشيد اسلامي يا مصر، تمام. ومعاني المفردات برضو حلوة قوي وسهلة، ان شاء الله هشرحها لكم، بس انا حبيت انزل لكم الملحق قبل ما نشرحه مع بعض، ونطلع بقى منه معاني المفردات ونشرح بيت بيت، تمام. ده كده 46، دي كده صفحة 47 شرح الابيات، البيت الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، وهو في الاخر شاطر، وهو اسلامي يا ناس اسلامي في كل حين، شاطر كده برضو معناه او شرح البيت بتاعه، شاطرين 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 شاطرين، في الاخر اخر بيت البيت السادس هو شاطر واحد واسلامي في كل حين. طبعا احنا لا اطفالنا كلنا او كلنا حافظينه، يعني عامة هو موضوع سهل قوي، نص سهل، تمام. وعندي صفحة 48 زي ما ظاهر لي في الشاشة اهو، من 44 ل 58 اهو 48، عندي صفحة 49، تمام، موجود برضه اهو، انا عاملة لكم بعدد الصفحات،
عندي صفحة 50 تدريبات، كل ده تدريبات بصراحة. سلاح التلميذ مليان تدريبات كتيرة جدا، ربنا يعين بقى اطفالنا واولادنا ان احنا نحلهم مع بعض ان شاء الله. صفحة 50 اهو زي ما باين في الصورة، صفحة 51 عشان اللي عايز ياخد لقطة للشاشة. تمام، ادي صفحة 52، صفحة 53، صفحة 54، صفحة 55 عشان مش عايزة اطول عليكم، صفحة 56، صفحة 57، صفحة 58. وكده شرح النص والتدريبات اللي عليه من صفحة 44 ل 58، نفس التسلسل اللي في النص القديم بالظبط، يعني هم عاملين بصراحة بنفس عدد الصفحات. هنيجي بقى في الصفحة الزيادة اللي مش مترقمة، وهي إجابات الأنشطة الخاصة بنص إسلام يا مصر، لأن طبعا احنا هنلغي صفحة الإجابات اللي موجودة في الملحق اللي مع صحيح التلميذ. تمام، وهم عاملين لنا اهو الإجابات. تمام، هنقرب الشاشة اهو، إجابات أنشطة نص إسلام يا مصر اهو. تمام، بعد كده هننزل اجيب لكم الجنب التاني بتاع الإجابات. نشاط 3، نشاط اهو 3 س 4 ا اهو. تمام، ده اخر صفحة اللي هي مش مترقمة. وكده خلصنا مع بعض، انا قلت اوريكم بس الملحق بمحتواه عشان انا حصلت عليه، فقلت اوريه لكم بس. وكده ده الملحق اللي نزلوه سلاح التلميذ خاصة بالنص، بدل النص اللي موجود ده نص اسلامي يا مصر بس. وان شاء الله انتظروني هشرح لكم النص ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.